صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم تشوفونا بلبنان والعالم. اليوم 21 شباط 2013، جوله جديده على ابرز عناوين الصحف الصادره والموزعه ببيروت لهالنهار. ومن بريس ريفيو بنبدأ مع عناوين صحيفه النهار. عاصفه المشروع المذهبي تهدد بتعميق الازمه، اصطفافات جديده ومشاورات للمخرج التوافقي. جعجع للنهار، يجب إكمال السعي نحو التوافق ولم أفقد الأمل. 14 أذار تحمل الحكومة مسؤولية الوضع على الحدود اللبنانية السورية. من صحيفة النهار لليوم على صفحتها الأولى صورة للمظاهرة اللي قامت فيها بالأمس هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة المالية. وإلى الملف السوري من النهار لليوم، الجيش السوري الحر يهدد بقصف مواقع لحزب الله، لافراف يرى مؤشرات إيجابية والإبراهيمي يمدد مهمته. إلى تونس، جدل دستوري في شأن تسمية خلف للجبالي. أيضا من النهار من صفحتها الأولى لليوم، إسرائيل تنفي إطلاق سعدات والبرغوثي وضغط عربي لإطلاق الأسرى المضربين. من الصفحة الأولى جولة على ما حملته أخبار أسرار الآلهة الخين الثبتي من صحيفة النهار، ومنبدأ مع الخبر الأول. ذكر دبلوماسي روسي مسؤولا أمريكيا بقول المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية ريتشارد بيرل، لن ندع تغييرا في سوريا ينقلها إلى ديكتاتورية دينية. وضعت قوة 8 أذار مخططا لمواجهة مرحلتي ما قبل الانتخابات النيابية وما بعدها، من شأنه وضع قوة 14 أذار بين خياري الفراغ الشامل في الدولة أو القبول بشروطها. سمع رئيس حكومة سابق يقول إن سلاح حزب الله قد يكون أخطر بعد سقوط النظام السوري منه قبل سقوطه. تمنى مسؤول كنسي في حديثه إلى مسؤول شيعي ألا ترتكب طائفته الأخطاء التي ارتكبتها طوائف أخرى بحق لبنان. إلى صحيفة الأخبار عنوان الأول، الإعدام لسماحة ومملوك سابقة بحق مسؤول سوري بهذا المستوى. أيضا من الأخبار عنوان عريض، لا تمويل لسلسلة الرواتب. صورة أيضا للنائب جنرال ميشيل عون مع عنوان زوجتي لا تنتخبني. وأيضا بحسب صحيفة الأخبار بعنوان آخر صغير أيضا على الصورة، عائلة النائب ميشيل عون أبرز ضحايا التصويت المذهبي. وإلى صحيفة المستقبل، المستقبل تنشر نص القرار الاتهامي بحق سماحة ومملوك. الحريري يتصل بجنبلاط وكتائب الأسد تجدد اعتداءاتها على العريضة والعبودية. أول غيث الأرثوذكسي تشكيك واسع في حصول الانتخابات. سوريا من المستقبل لليوم، 100 مليون دولار من قطر للمعارضة وتحذير روسي للأسد والثوار من طريق مدمر. الحر يسقط مقاتلة ماك 23 قرب دمشق. القيادات السنية تطالب بوقف التدخل الإيراني في العراق، المرجعيات الشيعية منزعجة من أداء المالكي. إلى الخين الثبت من صحيفة المستقبل يقال، والخبر الأول لليوم، يقال أن الرئيس فؤاد السنيورة نقل خلال جلسة اللجان التي أقرت الاقتراح الأرثوذكسي كلاما كان يردده والده قائلا، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. يقال أن قطبا معارضا سيبلغ رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في أول اجتماع معه أن التاريخ سيسجل له أنه الرئيس الميثاقي الأول. الخبر الأخير، يقال أن مرجعية في كتلة معارضة تؤكد في مجالسها الخاصة أن النقاش مستمر ومفتوح حول قانون الانتخاب، لكن شرط عدم ابتزاز أحد. وإلى صحيفة الجمهورية عنوان الأول، سليمان وبري يلتقيان على المختلط مخرجا والإضراب النقابي مستمر. ميقاتي، لا أستطيع الاستمرار هكذا.
أيضا كما معظم الصحف اللبنانية مع عناوين وصورها على صفحاتها الأولى، صور للتظاهرة اللي قامت فيها هيئة التنسيق النقابية. أيضا من الجمهورية على صفحتها الأولى: من يحاسب من؟ موجة الخطف تتواصل والفتى محمد عواضة ضحية جديدة. من الصفحة الأولى إلى أسرار الجمهورية، الخانة الثابتة والخبر الأول: رأى وزير سابق أن خيارات حزب الله تتراوح بين الأرثوذكسي ومشروع الرئيس نبيه بري وتطير الانتخابات. تساءل نقابي بارز كيف أن زيادة عدد النواب من 128 إلى 134 لا يكلف الخزينة، فيما أجور العمال والموظفين والمعلمين تعتبر كارثة على الخزينة. أثار رفض نائب حزبي معارض الموافقة على مهلة 48 ساعة لاستكمال مناقشة الأرثوذكسي استياء كبيرا لدى حليفه في المعارضة. الخبر الأخير من أسرار الجمهورية: تقصدت أوساط حزبية مسيحية تعميم أجواء مفادها أن مقاطعة المستقبل والاشتراكي لجلسة الهيئة العامة سيدفعها إلى عدم المشاركة أيضا من منطلق ميثاقي. وإلى صحيفة البلد: لبنان ينأى بنفسه عن تهديدات الجيش الحر. صورة أيضا للتظاهرة بالأمس مع عنوان ضريبة التنسيق، طبعا تفاصيل هالعنوان بصفحة 12 من صحيفة البلد. وإلى الأزمة السورية، عنوان أخير من الصفحة الأولى: لافراف القوة لن تحل الأزمة السورية. وإلى صفحات الداخلية منشوف ثلاث أخبار جديد لليوم من خفايا البلد والخبر الأول: ربطت القوى الأمنية بين ازدياد عمليات الخطف مقابل فدية ووتيرة عمليات السلب والجريمة المنظمة بمنعها من الاستفادة الفعلية من داتا الاتصالات. أكدت أوساط مرجع حكومي سابق أن الرئيس نبيه بري لن يشكل موقفه أيا كان من الطرح الأرثوذكسي عائقا دون إقراره في الهيئة العامة. لوحظ أن هيئة التنسيق النقابية لم تستطع حشد العدد الكافي الذي يتيح لتحركاتها الميدانية أن تفرض على الحكومة تهيب موقفها لتقر سلسلة الرتب. من خفايا البلد نصل إلى صحيفة السفير، عنوان الأول: لبناني بامتياز، داتا الاتصالات تلسع الحكومة وصدمة الأرثوذكسي تتفاعل. لبنان بلا دولة وميقات للتنسيق، اتركوني أعمل. استهداف مدينة تشرين الرياضية واستمرار اشتباكات ريف دمشق، لقاء روسي عربي فرصة للحل السوري. دائما من السفير وإلى مصر، إغلاق ميناء شرق التفريعة ولافتات استغاثة في السويس. مصر: عصيان بورسعيد يتمدد. إلى عيون السفير وثلاث أخبار من الخانة الثابتة من صحيفة السفير لليوم: عرض مسؤول أمني فكرة قيام وفد أمني بزيارة دولة خليجية لتبادل المعطيات وتقديم تطمينات حيال الوضع الأمني. نقل زوار قطب وسطي عنه أن ما دفع الرئيس نبيه بري إلى السير بالأرثوذكسي هو الضغط الذي تعرض له من أحد أبرز حلفائه. تسلمت الحكومة دراسة تقضي بإقامة 4 سجون في مجدليا شمالا وتل عمارة بقاعا، والكفور جنوبا، في عقار قريب أيضا من سجن رومية جبلا. ومن عيون السفير إلى صحيفة الحياة، عنوان الأول أيضا: لبناني سليمان وجنبلاط يبلغان عسيري رفض الإساءة إلى السعودية ودول الخليج، وإقرار الأرثوذكسي دونه عقبات تؤجل الانتخابات. لبنان: القرار الاتهامي يطلب الإعدام لسماحة ومملوك. لافراف يحذر من الرهان على الحل العسكري في سوريا، والائتلاف يقر اليوم مبادرته السياسية.
دائما بالعنوان السوري من صحيفة الحياة، غارات جوية كثيفة على مواقع المعارضة في دمشق وحلب. بالشأن والأزمة التونسية، عنونت صحيفة الحياة: دعم داخلي وخارجي للجبالي يعززان فرص إعادة ترشيحه. تونس: مشاورات المرزوقي تسعى إلى توسيع الحكومة. من الحياة إلى الشرق الأوسط. العنوان الأول: طهران تتهم دولا خليجية بدعم أعمال إرهابية ضدها وتبدأ مناورات جديدة. وزير إيراني يتهم الأزهر بإحراج نجاد والمشيخة ترد: لنا وجه واحد. أيضا من صحيفة الشرق الأوسط: النيابة تطلب الإعدام للوزير السابق سميحة ورئيس الأمن الوطني السوري. الرئيس اللبناني يسعى لحل وسط بعد صدمة القانون الأرثوذكسي. مسؤول أمريكي: زيارة كاري للمنطقة تدحض تقارير ابتعادنا عن الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي سيعقد اجتماعا مع نظرائه الخليجيين في الرياض. الزهار يصفها بأنها مفاوضات إنسانية برعاية مصرية. مصادر إسرائيلية: نتفاوض مع حماس على اتفاق شامل. منها العنوان بصحيفة الشرق الأوسط. لحظات قليلة مع العلين منتابع من بعد بريس ريفيو، خليكن معنا. تابعين جولتنا على أبرز عناوين الصحف الصادرة والموزعة على اليوم ببيروت وإلى عناوين صحيفة اللواء. ميقاتي يتحفظ على التصويت على اقتراح الفرز المذهبي ويكسب بالنقاط معركة الداتا والدعم البريطاني. صدمة الأرثوذكسية تفتح الباب للتوافق أو تغيير قواعد الاشتباك. السلسلة تنتظر الهيئات ومخاوف دولية من انزلاق لبنان إلى المشهد اليوناني. لافراف والعربي: لا حل عسكريا للأزمة السورية. تمديد مهمة الإبراهيمي. والحر يتحدث عن مكاسب ميدانية في حمص والحسكة. الأزمة السياسية تهدد الاستثمارات والقرض الدولي. تونس تبحث عن حكومة وعودة الجبالي ممكنة. وإلى صحيفة الديار: القانون يلزم القاضي أبو غيدة بإصدار الإعدام لسميحة والمملوك. كيف يمكن الإساءة لسوريا بهذا الشكل وعدم احترام الأخوة؟ هل بات طلب الإعدام لمسؤول سوري كبير بهذه السهولة؟ وأيضا بعنوان من صحيفة الديار كنا أشرنا له بنشرات أخبار الأم تي في: على باب مستشفى طفل يموت من دون شفقة. وأيضا صورة من صحيفة الديار. منتابع بشأن القانون الانتخابي: إقرار الأرثوذكسي تقسيم فيدرالي مذهبي للبنان. انحطاط مستوى الانتخابات وضرب لمبدأ الدستور: إن النائب هو نائب الأمة. هل بر جدي في القانون ولماذا يقبل حزب الله بالأرثوذكسي؟ من الديار إلى صحيفة الأنوار، عنوان الأول اليوم: نص القرار الاتهامي بطلب الإعدام لميشيل سميحة واللواء علي المملوك. سلسلة اتصالات للتوافق على قانون الانتخابي يطيح بالمشروع الأرثوذكسي. عمليات الخطف تصل إلى الأطفال. سوريا، عنوانت صحيفة الأنوار: الجيش السوري الحر يجدد إنذاره: سنقصف مواقع حزب الله في لبنان إذا أطلقت نيرانها باتجاهنا. العصيان المدني في مصر يمتد من بورسعيد إلى الإسماعيلية. كتب لليوم المحلل السياسي من صحيفة الأنوار: الخيارات ما زالت متاحة للإطاحة بمشروع اللقاء الأرثوذكسي. بالخانة الاقتصادية، أوباما يحذر الجمهوريين: التخفيضات ستؤدي للاستغناء عن 750 ألف وظيفة. وإلى صحيفة الشرق:
القرار الاتهامي يطلب الاعدام لميشيل سماحة وعلي مملوك قائد الجيش الحر يهدد بقصف مواقع حزب الله في لبنان. طبعا العنوان الاول معظم الصحف في اليوم تناولته بصفحاتها الاولى وايضا بعناوين العريضه، صوره ايضا مع عنوان عريض: سوريا 1000 مدرسه صارت مراكز للتعذيب. ومن صحيفه الشرق الى عناوين صحيفه لوريال لوجور، وبترجمه سريعه كما العاده لعناوين الصادره باللغه الفرنسيه. والعنوان الاول: طلب عقوبه الاعدام لسماحه ومملوك، الجيش السوري الحر يحدد تهديده لحزب الله. أمين جميل للوريان لوجور: الحوار لا يزال مفتوحا. وإلى صحيفة The Daily Star الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة والعنوان الأول: الإضراب يشل مكاتب حكومية رئيسة. اتصالات كثيفة للتوصل إلى توافق حول قانون الانتخاب. روسيا والجامعة العربية يعرضان رعايتهما للمحادثات السورية. قبل ما نتابع القسم الأخير من بريس ريفيو يلي منقوم فيه بجولة على أبرز عناوين الصحف العالمية لحظات قليلة مع الإعلان ومنتابع.